الدوائر التيار المتردد. المفروض انك خارج من الفصل الثالث برنس عارف يعني ايه تيار متردد، هو تيار متغير المقدار كل لحظه ومتغير الاتجاه كل نص دوره. طيب انا هاخد دوائر التيار المتردد ليه؟ هل التيار المتردد ده مهم ولا مش مهم؟ هنعمل مقارنه صغيره بين التيار المتردد والتيار المستمر، وبعدها انت تقرر التيار المتردد ده له اهميه ولا ملوش اهميه. هو تيار متغير المقدار كل لحظه ومتغير الاتجاه كل ايه؟ نصف دوره. يبقى متغير المقدار كل لحظه ومتغير الاتجاه كل نصف دوره. طب التيار المستمر كان تعرفه يا عمر؟ موحد الاتجاه وثابت الشده. تيار موحد الاتجاه وثابت الشده. المقارنه اللي بعد كده، المصادر. انت كنت بتحصل على التيار المتردد ده من مين؟ من الدينامو. الدينامو ده اللي هو التوربينات اللي تحت السد العالي، الميه تنزل تولد لك تلف ملف الدينامو تولد التيار قرار تبقى. اما التيار المستمر ده مصدره ايه؟ البطاريه. لو فكرت تشغل بيتك بتيار مستمر وخدت بطاريه، محتاج تدفع قد ايه في الشهر؟ مبلغ كبير جدا. تخيل انك تشغل ثلاجه او غساله على حجاره، فانت عايز ولا 1000 جنيه حجر في اليوم. لكن الدينامو لا، ده كانت ميه بتنزل طاقه متجدده بتحول الطاقه الحراريه الى طاقه كهربيه. يبقى دي اول مناظره بين التيار المتردد والتيار المستمر، ان التيار المتردد بيتميز انه تكلفته الاقتصاديه قليله شويه. الحاله الثانيه، نقل التيار. نقل التيار، انت اخذت بعد ما درست المحاور ان يمكن نقل التيار المتردد الى اماكن بعيده دون فقد يذكر في الطاقه. يمكن نقل التيار المتردد باستخدام المحاولات. فهل يمكن نقل، لكن هل يمكن نقل التيار المستمر؟ ايمان، هل يمكن نقل التيار المستمر؟ يمكن نقل التيار المستمر؟ ممكن نقل التيار المستمر باستخدام المحاولات؟ ده المحاول لا يصلح لرفع او خفض الجهد المستمر، يبقى لا يمكن نقل التيار المستمر لما يحدث فقد في الطاقه الكهربائيه. لا يمكن نقل التيار المستمر. يبقى كده بيتميز عليه بميزه كمان، يبقى هنا التكلفه الاقتصاديه اقل، يمكن نقله الى مسافات بعيده. تاني حاجه، التحويل. كان ممكن احول التيار المتردد لتيار مستمر باستخدام ايه؟ دينامو موحد الاتجاه ثابت الشده. يبقى ازاي كنت بحول التيار المتردد لتيار موحد الاتجاه فاضي؟ بدري شويه. او الميزه الثانيه، التيار المتردد ممكن تحوله لتيار مستمر وقت ما تحب باستخدام مقاوم معدني واستبدال الملف بعده ملفات بينها زوايا صغيره. يبقى يمكن تحويل، يمكن تحويل التيار المتردد الى تيار مستمر. اما التيار المستمر هل يمكن تحويله الى تيار متردد؟ استحاله، لا يمكن تحويله. الاستخدام التيار المتردد ممكن استخدمه في اداره، تسخين، اناره، كل الوظائف دي ممكن تستخدم بها التيار المتردد. يبقى التيار المتردد بستخدمه في الاداره والتسخين. ما تعالش نشوف التيار المستمر. التيار المستمر يستخدم في الإضاءة والتسخين والطلاء الكهرباء. لو أنا عايز أستخدم تيار من دول في البيت عندي، أستخدم تيار متردد ولا تيار مستمر؟ ده الحاجة الوحيدة اللي التيار المستمر يتميز بيها إنه بيستخدم في عملية الطلاء الكهرباء. هو سيادتك هتعمل طلاء كهرباء في البيت؟ لا. لكن ممكن عايز التيار دلوقتي اللي تكلفته الاقتصادية أقل، يمكن تحويل التيار إلى أماكن بعيدة، من أجل التيار من أماكن الإنتاج لحد أماكن الاستهلاك. يمكن تحويله الى تيار مستمر لاستبدال الملف بعده ملفات بينها زوايا صغيره، واستبدال المقاوم المعدني الى عده اجزاء بسبب ضعف عدد الملفات. الاستخدام اداره تسخين، وده اللي انت محتاجه في البيت. اذا التيار المتردد مهم جدا بالنسبه لك، عشان كده محتاجين ندرس دوائر التيار المتردد. لحد دلوقتي كده تمام؟ تعالى نخش نشوف دوائر التيار المتردد دي بتقول ايه. وعليكم السلام.
لقياس شدة التيار المطرد هعمل ايه؟ راح اجيب لي الفانوميتر اميتر. طب اعمل ايه عشان اقيس التيار المتردد؟ الجلفانوميتر كان عنده مشكلتين. مشكله انه لا يصلح لقياس شده التيارات العاليه. اتغلبت عليها ازاي؟ باضافه مقاومه صغيره جدا على التوازي وحولته الى اميتر. طب عشان اقيس التيار المتردد اعمل ايه؟ لا يصلح الجلفانوميتر لقياس التيار المتردد. ليه يا باشا لا يصلح الجلفانوميتر لقياس التيار المتردد؟ لان التيار المتردد متغير الشده والاتجاه اتغير اتجاهه كل نصف دوره، فيتغير اتجاه عزم الازدواء فيتولد قصور ذاتي يمنعه من الحركه فيمنعه القصور الذاتي من الحركه. للاسباب دي الجلفانوميتر لا يصلح لقياس التيار المتردد. طيب انا عشان استخدم تيار متردد لازم اقيس شده التيار المتردد. اقيسه ازاي؟ العلماء توصلوا لحاجه صغيره جدا اسمه الاميتر الحراري. ايه يا عم هو الاميتر الحراري ده؟ قال لك ارجع كده للتجربه اللي كنت بتقيس بيها القيمه الفعاله لشده التيار. عشان اقيس القيمه الفعاله لشده التيار جبت سلك بالشكل ده موصل ودخلت له تيار مستمر وليكن 10 امبير. ايه اللي حصل له؟ تولد عنه طاقه حراريه او قدره كهربيه وليكن القدره اللي تولدت كانت بتساوي 100 واط في زمن 10 ثواني. لو انت مدخله تيار مستمر. طيب لو دخلت له تيار متردد يولد نفس القدرة الحرارية دي في نفس الزمن، كان اسمه ايه؟ القيمة الفعالة. كانت قياس شدة التيار هنا كان هو القيمة الفعالة للتيار المتردد. أخذوا الفكرة دي وصنعوا منها أميتر حراري. ايه يا عم بقى الأميتر الحراري ده؟ قال لك أول ما التيار الكهربي بيدخل جوه الموصل بيولد قدرة كهربية أو طاقة حرارية. أخدت في رابعة ابتدائي كده إن المادة كل ما بتسخن إيه اللي بيحصل لها؟ تتمدد، تبرد، تنكمش. وهيبدأوا كده يحطوا المؤشر هنا. ويلا نشوف الجهاز هيتركب إزاي. من سبيكة الإريديوم بلاتيني. من سبيكة إيه؟ إريديوم بلاتيني. ليه إريديوم بلاتيني؟ أقل حرارة بتخليها تتمدد وأقل برودة بتخليها تنكمش. يبقى أول حاجة سلك من إيه؟ من سبيكة الإريديوم بلاتيني. مشدود بين ده جسم الاميتر من بره هنربطه كده بمسمارين من بره مثبت بمسمارين. وظيفتهم ايه المسمارين دول؟ كل ما تربط المسمارين دول يشدوا السلك قوي. انت عايز تبدا عمليه القياس والسلك ده مشدود بين مسمارين A و B. يبقى رقم واحد في التركيب سلك مشدود بين سلك مشدود من سبيكة الإريديوم بلاتيني رقم 2. هنا السلك ده بيبدأ يدخل له تيار عن طريق أول مسمار. تيار متردد ولا تيار مستمر؟ هتفرق؟ طب لو دخلت له تيار مستمر هيولد قدرة حرارية؟ اه هيولد. طب التيار المستمر أصلا بيولد قدرة حرارية والتيار المتردد هو كمان بيولد قدره حراريه لان القدره الحراريه لا تتوقف على اتجاه التيار وانما تتوقف على مقدار التيار. القدره الحراريه كانت بتحسب من العلاقه الباور يساوي اي تربيع في ار. يبقى لا تتوقف على اتجاه التيار وانما تتوقف على مقداره. اول ما تبدا تدخل التيار هنا السلك يسخن. ايه اللي يحصل له؟ يرتخي السلك. بس قبل ما يرتخي السلك ده هنجيب بكره خيط حرير كده ونربطه بالنص ولفه بقى عندك بكره ملساء هتلف الخيط عليها لفه واحده. والخيط مشدود من تحت بواسطه ملف زنبرجي. مشدود في الجهاز من تحت. كل ده انا بصنع في ملف الجهاز اللي هو بمثابه الجلفانوميتر زمان. المؤشر هيتصل بالبكره الملساء دي من بره. وده التدريج بتاعه. كده الترتيب ايه؟ سلك من الاريديوم بلاتيني مشدود بين مسمارين A و B. رقم 2 خيط حرير ملفوف حول بكره ملساء. عبد الرحمن ليه خيط حرير؟ اللي باللون الاحمر ده ليه خيط حرير؟ ما جبتش خيط قطن مثلا. حاول تجيب كده خيط حرير ولف عليه كده وحاول تقطعه. مش القطن. عرفت ليه خيط حرير؟ لقوه القوه بتاعته او لقوه التماسك بتاعه.
فيض حرير ملفوف حول بقرة ملساء ومؤشر متصل بالبقرة الملساء وملف زنبرقي مشدود. ملف زنبرقي مشدود ده رقم 3. الملف اللي قدامك ده بمثابة ملف الجلفانوميتر. طيب عشان يتحول الى اميتر وصل له على التوازي مقاومة صغيرة جدا بمثابة مجزئ على التيار. رقم 4 مقاومة صغيرة جدا بمثابة بين قوسين كده مجزئ للتيار. كده انا خلصت الجهاز. يبقى التركيب بتاعه سلك مشدود من الاريديوم بلاتيني مشدود حول مسمارين A و B، خيط من الحرير ملفوف حول بقرة ملساء، ملف زنبرقي مشدود، مقاومة صغيرة تعمل كمجزئ للتيار. طريقة العمل بقى بيشتغل ازاي؟ رقم 2 طريقة العمل. رقم 1 عند مرور تيار في سلك الإريديوم بلاتيني ايه اللي بيحصل له؟ يتولد حرارة فيتمدد السلك. ده رقم 1. خلاص السلك تمدد بقى بالشكل اللي انت شايفه ده. مش كان مربوط بخيط؟ الخيط هو اللي حصله بدا يتشد بواسطه الملف الزنبرقي المشدود. لو انت ماسك سوسته وشديتها على الاخر وبدات ترخي ايدك معاها ايه اللي هيحصل لها؟ تبدا تنكمش تنزل لتحت. هي بالظبط السوسته دي كانت مشدوده، اول ما بدا السلك يرتخي هي بدات تنزل لتحت وتشد الخيط لاسفل. البقره ايه اللي يحصل لها؟ تدور البقره. يبقى رقم 2 عند مرور تيار كهربي في السلك الإريديوم بلاتيني يتولد حرارة فيتمدد السلك فيرتخي السلك. رقم 2 فتدور البقرة الملساء بفعل شد الملف الزنبرقي. رقم 3 هل هتفضل تتحرك إلى ما لا نهاية؟ هات كوباية مية وحطها في الفريزر. المايه كل شويه بتكتسب درجه بروده لحد ما توصل لمرحله التلج اللي هي عند صفر سلازيوس. هل في درجه حراره اقل من كده؟ لا. ده هل هي بتكتسب حراره من التلج؟ بتكتسب وبتفقد. بلاش دي، حط كوبايه ميه على النار. المايه كانت بدات من درجه حراره الجو اللي هي 17 درجه سلازيوس. بدأت تزيد درجة حرارتها، بتكتسب حرارة من الشعلة، تزيد لحد ما وصلت ل 85 درجة سليزيوس اللي هي درجة الغليان. طيب الشعلة لسه بتمدها بالطاقة، هي تعمل إيه بالطاقة؟ الطاقة اللي تاخدها من هنا هي وصلت لمرحلة اتزان تطلعها تاني. يبقى الطاقة المكتسبة بتساوي الطاقة المفقودة، المرحلة دي كان اسمها مرحلة إيه؟ الاتزان، معلش محتاج حاجة من بره. وده بالظبط اللي بيحصل عند السلك. السلك أنت كل ما تديله تيار كهربي بيتمدد، بيتمدد لحد فين؟ لحد قدر معين وما عادش فيه تمدد بعد كده، هيوصل للحد الاقصى من التمدد، وفي الحاله دي اسمها مرحله الاتزان، كل ما يكتسب طاقه حراريه يفقدها، يبقى امتى يتزن المؤشر؟ ثلاثه يتزن المؤشر لما خلاص ما عادش فيه تمدد، واقف مكانه، وامتى كان بيقف مكانه؟ عندما يتساوى معدل الطاقه المكتسبه مع معدل الطاقه المفقود. خلص المؤشر، خلص الاميتر الحراري، تركيب، طريقه عمل، استخدام. كلمتين صغيرين بقى كده قبل ما اخلص. الاميتر الحراري بيستخدم في حمام الاسنان. ده شيء للتيار المستمر، ينفع يقيس تيار مستمر؟ ينفع، مش الاثنين بيولدوا قدره حراريه؟ اي تيار هيولد قدره حراريه هيقيسه. يبقى اول حاجه استخدام التيار، استخدام الاميتر الحراري يستخدم في قياس التيار المستمر. وقياس القيمة الفعالة للتيار المتردد، ليه قيمة فعالة؟ لأن أنا شغال دلوقتي بالقدرة الحرارية، هو بيتأثر بالقدرة الحرارية، والقدرة الحرارية كانت بتحسب بالقيم الفعالة، يبقى بيستخدم في حاجتين، قياس التيار المستمر وقياس القيمة الفعالة للتيار المتردد. التركيب بيتركب من سلك من سبيكة الإريديوم بلاتيني، ليه ما جبتوش نحاس؟ لأن سبيكة الإريديوم بلاتيني بتتمدد تمدد ملحوظ، لو معدي فيها بس كده واحد وط التمدد بتاعها هيبقى بايت وبتنكمش انكماش ملحوظ، يبقى ليه عملت سبيكة الإريديوم بلاتيني؟ لأنها تتأثر بالحرارة تأثر ملحوظ. رقم 2 المسمارين A و B وظيفتهم إيه؟ رقم 1 شد سلك الإريديوم بلاتيني، رقم 2 كموصلات للتيار، التيار دخل عن طريق المسمار الأول وخرج عن طريق المسمار الثاني. رقم 4 بقرة ملساء ملفوف حولها خيط رفيع مشدود من الطرف الاخر بواسطه ملف زنبرقي ومقاومه صغيره على التوازي،
ما دور المقاومة الصغيرة اللي على الجبهة عشان دورها ايه؟ تعمل كمجزئ للطيار. تعمل ايه؟ كمجزئ للطيار. رقم 3 طريقة العمل. 3 خطوات. عمر ممكن تفكرنا بيهم؟ عند مرور الطيار اللي بيحصل سيبك الاريديوم بلاتين بيتمدد ويرتفي. رقم 2 ايه اللي هيحصل؟ بواسطة مين؟ البقرة. تدور البقرة الملساء بواسطة الملف الزنبرجي او بواسطة جذب الملف الزنبرجي لدخيل الحرير فيتحرك المؤشر. رقم 3 متى يتزن المؤشر؟ عندما تساوى قوة عندما يتساوى معدل الطاقة المكتسبة مع معدل الطاقة المفقودة. والحالة دي كنت بسميها حالة الاتزان. لحد دلوقتي انت خدت الاستخدام الاساس العلمي طريقة التوصيل فهو اميتر بيوصل على التوالي. التركيب خلاص تمام. طريقة العمل لو خلصت طريقة المعايرة والعيوب والمميزات كده الاميتر الحراري خلص. رقم 6 طريقة المعايرة. تعايروا ازاي؟ طريقة المعايرة يعني ايه؟ طريقة المعايرة يعني الطريقة اللي هتكتب بها التدريج على اقسام التدريج اللي انت عامله. لو انت عندك مصدر طيار مستمر وعايز تقيس الطيار اللي خارج منه هتوصله باميتر مستمر ولا اميتر حراري؟ ده مصدر تيار مستمر يعني ممكن اوصله بمصدر مستمر اللي هو اميتر. وانت لسه واخد من شويه ان الاميتر الحراري هو كمان يصنع تقليل شده التيار المستمر واميتر حراري. يبقى كده انت عندك اميتر مستمر واميتر حراري. ايه في الدايره؟ عند غلق الدايره الاميتر المستمر ده محتاج اعايره ولا هو جاي جاهز؟ مش محتاج اعايره ولا حاجه. هو الاي في كان بيتناسب مع السيتا يعني جاي متعاير جاهز. وليكن الاميتر المستمر ده قرأ طيار شدته 5 امبير. والاميتر الحراري بعد ما كان مؤشره عند الصفر انحرفوا بقى هنا كده. يبقى الطيار اللي بيمر هنا كام؟ 5 امبير. عشان الاثنين بيقيسوا نفس الطيار الاميتر الحراري والاميتر المستمر بيقيسوا نفس الطيار سواء مستمر او متردد. لا ده بيصلح للاثنين لكن ده يصلح لواحد بس. يبقى كيف يمكن معايرته؟ بتوصيله على التوالي مع اميتر طيار مستمر وانت مش محتاج تعرف حاجه غير الجمله دي. يبقى كيف يمكن معايره الاميتر الحراري بتوصيله على التوالي مع اميتر طيار مستمر. بعد ما خلاص عايرناه لقينا الاجزاء بتاعته متقسمه كده 1 4 16 16 132 ايه ده؟ ده مش متقسم بالتساوي. ايه التقسيمه الغريبه دي؟ ليه تدريج الاميتر غير منتظم على تدريج الاميتر الحراري غير منتظم؟ هو مش الاميتر الحراري ده كان مبني على القدره الحراريه او القدره الكهربائيه بتاعته؟ والقدره الكهربائيه دي كانت بتتناسب مع اي تدريج. يبقى لما كان التيار بواحد كانت القدره الحراريه بواحد. لما كان التيار باثنين القدره الحراريه كانت باربعه مش تربيع. لما كان التيار بثلاثه 9 4 16 يبقى عرفت ليه هو كان تدريجه غير منتظم؟ لانه يتناسب طرديا مع مربع شده التيار. بل انه يتناسب طرديا مع مربع شده التيار. كده خلصنا طريقه المعايره. تعال بقى نخش في العيوب والمميزات. هو امتى كان بيقرا شده التيار؟ امتى كان بيقرا شده التيار؟ لما السلك يسخن يتمدد. طب هل عمليه التسخين والتمدد دي بتحصل بسرعه ولا بتاخد وقت كبير؟ يعني لو ربنا كرمك وكنت علم رياضه مثلا ودخلت لا قدر الله كليه هندسه وجي في يوم كده دخلت معمل حراره ولبست فيه وجه حظك في التيار المتردد واميتر حراري. اول ما تعرف انك دخلت المعمل والتجربه بتاعتك مع الاميتر الحراري خد البطانيه بتاعتك ومخدتك لانك ممكن تقعد يومين ثلاثه جنب الاميتر الحراري. ليه يا ريس تقعد جنبه؟ حظك خلاص لبست في الجهاز. لسه مش مهندس شده التيار ده. هتوصل التيار. السلك بيسخن لسه بيسخن ما تمددش بيكتسب حراره فتمدد شويه. تسال المعيد يا باشمهندس اقرا التيار ده؟ يقول لك استنى شويه كل شويه السلك بيسخن. امتى تقرا؟ لما السلك يوصل لمرحله اتزان. هيوصل لمرحله اتزان بعد كام يوم؟ على حسب الجو يعني في ايام برد زي دي انت محتاج لك 3 4 ايام. في الصيف ممكن يوصل في يومين. طب لو كان معاك تيار مستمر واميتر مستمر هي في لحظه التيار دخل تحول الى طاقه حركيه. يبقى اول حاجه بياخد وقت كبير جدا حتى يستقر المؤشر. وقت طويل جدا حتى يستقر المؤشر. ووقت اطول
حتى يعود المؤشر لوضع الصفر. ووقت أطول حتى يعود المؤشر إلى نقطة الصفر بعد نهاية التجربة. يبقى ده أول علم يستغرق وقت كبير جدا. العلم التاني رقم 2، أنا عشان أقيس شدة التيار لازم يكون المؤشر موجود عند صفر التدريج قبل ما تقيس. لأبجديات قياس ما وصلتش تيار، لازم يكون المؤشر موجود فين؟ عند صفر التدريج. طيب في أيام برد زي اللي احنا فيها دي السلك إيه اللي هيحصل له؟ هينكمش، وأول ما ينكمش المؤشر تلاقيه نزل تحت هنا كده. يا عم يطلع فوق عند الصفر، لا بردان، ما خلاص السلك انكمش زيادة عن اللزوم. فبدل ما ملف الزنبرك يشد السلك، لا السلك هو اللي هيشد لفوق المؤشر ينزل لتحت. بتقيس التجربة في شهر 8، الجو حر نار، لسه ما وصلتش تيار والسلك سخنان لوحده، وانت حاطط السلك بسبيكة الإيريديوم بلاتيني، هتتمدد، السلك هيرتخي، هتلاقي المؤشر وانت لسه ما وصلتش تيار واقف هنا كده. يا ابني انزل عند الصفر، انت المفروض تكون هنا، لا مش قادر انا حران. ففي الشتاء بردان وفي الصيف حران، وده سلك إيريديوم بلاتيني بيتأثر بدرجة حرارة الجو. الخطأ ده طالما ما بيبقاش عند الصفر فسموه الخطأ الصفري. الخطأ الصفري، ايه هو الخطأ الصفري؟ تأثر سلك الإيريديوم بلاتيني بدرجة حرارة الجو بيتأثر. السلك بردان بينكمش، السلك حران بيتمدد. بيبقى تغلب ازاي على الخطأ الصفر ده؟ شايف التدريج بتاعك؟ لو انت صانع السلك ده من سبيكة الإيريديوم بلاتيني، ما تصنع التدريج اللوح اللي محطوط عليه التدريج من نفس المادة. ليه يا عم تصنع اللوح اللي عليه التدريج من نفس المادة، او يثبت المؤشر على اللوح من نفس المادة؟ لو ده تمدد التدريج يتمدد معاه، لو ده انكمش ده ينكمش معاه. هل الارقام كده هتتغير؟ كده ماشيين مع بعض، هتزيد هتزيد معاك، هتقل هتقل معاك. يبقى كيف يمكن التغلب على الخطأ الصفري؟ كيف يمكن التغلب على الخطأ الصفري؟ بتثبيت المؤشر على لوح معدني مصنوع من نفس مادة سبيكة الإيريديوم بلاتين، أو مصنوع من نفس سلك المعدن. وصلت كده؟ يبقى كيف يمكن التغلب على الخطأ الصفري؟ بصناعة اللوح المعدني أو اللوح التدريج من نفس مادة المعدن، أو من نفس المادة بتاعت الأميتر الحراري. كان عنده كم عين؟ 2. طب عنده كم ميزة؟ هي ميزة واحدة بس، يصلح لقياس شدة التيار المتردد. يبقى عنده كم عين؟ 2. وقت كبير جدا عشان يقيس شدة التيار، وقت أطول عشان يرجع لوضع الصفر لما تقطع التجربة. الخطأ الثاني أو العيب الثاني هو الخطأ الصفري. اللي إيه يعني الخطأ الصفري؟ تأثر السلك أو المؤشر بدرجة حرارة الجو. كيف يمكن التغلب عليها يا عمر؟ لوح التدريج من نفس مادة المعدن أو من نفس مادة الأميتر الحراري. خلصنا الأميتر الحراري، عيوب ومميزات. كل واحد فيكم طلع بس ورقة وقلم كده، سؤال صغير. الأميتر ذو الملف المتحرك. الأميتر الحراري كان أساس العلم بتاعه هو التأثير الحراري للتيار الكهربي، سواء مستمر أو متردد. أي تيار له تأثير حراري، فده الأساس العلم بتاعه. طيب التأثير الحراري ده كان بيتوقف على مقدار التيار ولا اتجاه التيار؟ على المقدار. ليه مقدار؟ اصل الباور بيساوي اي تربيع في اي، والتربيع ده بيشيل السالب مش هيتوقف على اتجاه. الوظيفه بتاعته كيان شده التيار المستمر والقيمه الفعاله للتيار المتردد. تتاثر درجه حراره الجو، اقسام التدريج غير منتظمه لان الباور يتناسب طبيعي مع الاي تربيع، حركه المؤشر يتحرك ببطء ويعود للصفر ببطء. شرط الاتزان تساوي كميه الحراره المتولده مع كميه الحراره المفقوده بالاشعاع. حساسية الجسم قليل الحساسية للتيارات الضعيفة، ما بيحسش بالتيارات الضعيفة. ليه ما بيحسش بالتيارات الضعيفة؟ دي تعليلة صغيرة كده. لأن التيارات الحساسة قوة التمدد بتاعتها مش هتلاحظها بالعين. يعني لو معاك تيار 1 مايكرو أمبير، إيه التأثير الحراري اللي هيعمله في السلك؟ ولا الهواء، بدرجة حرارة الجو أقوى منه. يبقى ليه لا يصلح لقياس شدة التيارات الحساسة؟ يثبت الأميتر بعد فترة ما بقاش ليه متحرك ببطء. كانت في تعليلة تانية. لا يصلح الاميتر الحراري في قياس شده التيارات الصغيره لان كميه الحراره المتولده عنها صغيره لا تكفي لتمدد السلك تمدد ملحوظ. خلص درس الاميتر الحراري. دي عليه كام سؤال في كتاب الامتحان؟ 3 اسئله. تعال نحلهم عشان الحصه الجايه نبدا في الدرس الجديد. اول سؤال، ينتج عن مرور تيار متردد شدته العظمى 14 امبير. ده دي مين؟ ده دي الاي ماكسيمم. اي ماكسيمم بتساوي 14 أمبير. في سلك الأميتر الحراري طاقة حرارية معينة، فإنه لإنتاج نفس الطاقة الحرارية في السلك يجب أن يمر تيار مستمر شدته كام؟ دي الأي ماكسيمم ولا الأي فعالة؟ أي ماكسيمم. الأميتر الحراري شغال على الماكسيمم ولا الفعالة؟ على الفعالة. يبقى عشان أحسب التيار المستمر اللي بيمر فيها، يعني كأنه بيقول لك احسب القيمة الفعالة والأي إفكت.
بتساوي اي ماكسيمم في 707 نانو تطلع معاك ب 10 امبير تقريبا، هتطلع لك حاسب 10 13% يعني 10 امبير. اميتر حراري يتصل مع سلك الاريديوم بلاتيني له مجزئ تيار على التوازي، هذا الاميتر يتصل مع مجزئ تيار على التوازي يمر به تيار شديده اي، فاذا تم زياده قيمه مجزئ التيار، شايفين مجزئ التيار ده هزود القيمه بتاعتي، يبقى التيار اللي هيمر فيه ايه اللي هيحصل له؟ هيقل. التيار اللي هيمر بالمجزئ الاي هنا هتقل، يبقى الاي اللي جوه هنا الملف ايه اللي هيحصل له؟ هتزيد. معنى ان التيار جوه الملف بيزيد، يبقى ايه اللي هيحصل؟ اذا تم زياده قيمه مجزئ التيار ومر في الدائره نفس التيار، فان الطاقه الحراريه المتولده في السلك ايه اللي هيحصل لها؟ تزداد. ليه الطاقه الحراريه؟ لان التيار اللي جوه الملف هنا ايه اللي حصل له؟ زاد. السؤال الثاني ايه ده؟ خلصنا؟ طبعا اقول مش غير دول السؤالين اللي جم عليك. طيب عليك كام بقى سؤال في الاسئله المقالي؟ كل عدد اللي فاتتك بالمقارنات، كل الاسئله اللي قلناها في الحصه، عدد السلك من الاريديوم بلاتيني، عدد وجود ملف زنبورتي مشدود، عدد وجود مقاومه صغيره على التوازي، عدد كيف يمكن التغلب على الخطا الصفري، قارن بين الاميتر الحراري والاميتر المستمر، ما هي مميزات وعيوب الاميتر الحراري، كل دي اسئله مقالي موجوده عندك احنا حلناها مع بعض وبتلاقيها محلوله في الملف. الحصه الجايه بقى هنبدا في دوائر التيار المتردد بجد اللي هي كانت العنوان. احنا النهارده عرفنا ايه الفرق بين التيار المتردد والتيار المستمر، عرفنا الاميتر الحراري، ان شاء الله الحصه الجايه هنشوف دايره كهربائيه زي اللي شفتها في الفصل الاول، لكن بدل ما يكون فيها بطاريه هيكون فيها دينامو. اتفضل.